الضرر انه اول شيء السكان طبعا بيقدروش يوصلوا بيوتهم، اصحاب المحلات بيغلقوا محلاتهم بيطلعوا، يعني باب الرزق بتسكر عندنا، وللاسف الشديد يعني لا يعني بيعطوناش اذن قبل سبق، يعني من فوق ال 120 محل طبعا من مدخل شارع الشهداء لحد المقام اللي بيقولوا ما يسمى هذا. بيجوا يسكرونا كل فتره في اعيادهم لما يجوا يصلوا في المقام اللي في شارع السبع احساب الشعب الفلسطيني، يعني ابو 100 محل بيسكروا، احساب اكمل مستوطن بيجي بيصلي، هيو عشان يسكروا الناس بخبطوا قنابل صوت ويروحوا الناس، وهذه بتنعكس على كل البلد يعني.